لو قال قائل في الحديث قال يسأل الله شيئا، لو لم يسأل أراد أن يستعيذ بالله عز وجل من شيء؟ هناك حديث ورد في ساعة الجمعة، نعم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الجمعة ساعة لا يسأل العبد شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ العبد بالله عز وجل من شر إلا أعاذه منه.